انه احنا حاليا في الوعد او في زمن الوعد الحق. قبلها يعني كل علامات وامارات الساعة الصغرى يعني تحققت، وهذا باجماع كل العلماء، ونحن ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى في حيز الزمان نسميه آخر الزمان. وآخر الزمان الله سبحانه وتعالى وعدنا فيه ونحسبه ونعلم ونحن متأكدين أنه وعد حق، لأنه من الله عز وجل. لو كان وعد من بشر، من ملوك الأرض، من كبرائها، من جبابرتها، لقلنا لربما، ولكن هذا الوعد من الله عز وجل. فنحن في منطقة زمنية ما بين أمارات الساعة الصغرى وأمارات الساعة الكبرى اللي هي آخر الزمان. آخر الزمان إخواني يبدأ بعمران بيت المقدس، ثم خراب يثرب، ثم موت خليفة، ثم اقتتال ثلاثة من بعد موت هذا الخليفة على الملك كلهم ولد خليفة، ثم ظهور المهدي، ثم لربما نحط هون علامة سؤال سنشهد الطارق، ثم سيظهر الأعور الدجال، ومكث 40 يوم فقط في هذه الدنيا. ثم بعد الأعور الدجال سينزل ويهبط سيدنا عيسى من السماء ويقتل الأعور الدجال ويساعد المهدي على بسط الخلافة في الدنيا كلها، ولن يبقى يهودي أو نصراني في هذه الدنيا إلا ويدخل دين الإسلام. ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويقتلوا، الله سبحانه وتعالى ينفي يعني يخلصنا منهم. ثم يموت سيدنا عيسى، ثم تهدم الكعبة، ثم لا يعود ذكر لله عز وجل، يعني يقل ذكر الله قليلا قليلا، ثم تشرق الشمس من مغربها، ثم تأتي دابة تسوم الناس على خراطيمها على وجوهها مؤمن وكافر، ثم تأتي ريح وتقبض أرواح كل المؤمنين. يعني زي ما احنا شايفين إخواني كل حبل الزمان معلوم شرعا شو اللي راح يصير، ومعلوم انه في فترة آخر الزمان ستزداد الفتن وستزداد المحن، وبالأخص على أهلنا في العراق، ثم الشام، ثم اليمن، ثم بلاد الحجاز يعني بلاد الحرمين. ثم ستكون هناك 4 حروب نعلمها للمهدي، 4 حروب رئيسية بعد الخسف بجيش المهدي السفياني. يعني بعد الخسف بجيش السفياني ستكون هناك 4 حروب. نعلم انه في حرب ستكون مع المهدي من جيش من بلاد الحجاز، وحرب من بلاد فارس، وحرب من الروم، ثم أخيرا ستكون هناك حرب في بيت المقدس اللي هي من عرف اسمها الملحمة الكبرى. يعني زي ما احنا شايفين إخواني كل شيء واضح وظاهر ومبين.